آخر شيء وصلنا 8.5 اللي هي ترانسفير كونسيدريشن ان ثيرمال بروسيسنج. مو تمام شباب؟ إيه تمام دكتور. الشير البي دي اف واضح لكم؟ واضح واضح دكتور. اليوم راح يكون يعني حقيقة نتكلم على موضوع كلش مهم بالثيرمال بروسيسنج، اللي هي عملية انتقال الحرارة شلون تتم في هذه العمليات اللي هي عمليات التعقيم و قتل البكتيريا والمايكرو أورغانيزم اللي موجودة بالمادة الغذائية. عادة احنا نحتاج الوقت اللي نحتاجه على سبيل المثال لنسوي عملية تعقيم، إلى ناخذ فد مثال انه عندي مادة غذائية ب وزن او كتلة نص كيلوغرام بعبوة، هذه اذا خليتها بالريتورت مال التعقيم درجة حرارة 120 سنتيغريد، فراح نحتاج وقت تقريبا بحدود الساعة، بينما هو الوقت اللي نحتاجه لعملية قتل الجراثيم والبكتيريا هو تقريبا few minutes، يعني 10 دقائق بحدود، يعني الحدود هذه. إذا الساعة أنا أحتاج، وهي العملية كلها اللي أنا أحتاج بها عملية القتل هي دقائق. زين شنو السبب؟ السبب هو عملية الانتقال الحرارة أثناء البروسيس. الانتقال الحرارة هي المشكلة عندي، لأنه عندي أنا السبب هو slowness of heat transfer. slowness يعني هو بطء، أو مرات يسموها بالheat ventilation، إلى أن توصل إلمن إلى أبرد نقطة، يعني أقل نقطة عندي موجودة بالمادة الغذائية. بعد ما توصل لهاي النقطة يعني يحتاج وقت، يحتاج وقت. فبالتالي إنه نلاحظ إنه عندي بهاي العمليات يعني الوقت اللي نحتاجه هو أكثر من الوقت اللي نحتاجه لعملية التعقيم المطلوب. فبالتالي الريت اوف هيت ترانسفير اللي هو بالدرجه الاساسيه اضافه الى الثيرمال ريستنس المقاومه الحراريه للمايكرو هي اللي تحدد الزمن للبروسيس. بس عاده المقاومه الحراريه بالنسبه للاورجانيزم مايكرو اورجانيزم هذه يعني ممكن السيطره عليها سهله وقليله، مو مثل الاحتياج إلى أن أزيد شنو معدل انتقال الحرارة. نجي الآن كيفية انتقال الحرارة بالنسبة للعملية أثناء عملية الثيرمال بروسيسنج. طبعا راح ناخذ الحالة الأولى اللي هي ان باك ثيرمال، يعني هاي اللي تكون عندي باتش سيستم، وتكون عندي المادة موجودة في باكج، يعني كانت تكون علبة أو أي مادة، أي غطاء خاص يحتوي على المادة الغذائية. فهنا أنا من يكون عندي بهاي الحالة، من يكون عندي in package thermal بروسس. دكتور إذا تسمع أن الصوت انقطع.
هاي من يمي صار الخطأ؟ ما أعرف ليش. يا دكتور، كنا هسه أغلب الطلاب يطلعون ويرجعون من الميتين قطع عندهم. شباب، وين آخر شيء وصلنا؟ نقطة التوريد دكتور، آه يعني الباكينج كثير مال البروسيس، مو 8.5. نعم دكتور. عفو دكتور، المايك مسدود. يا دكتور صوتك كله في العين. صوت بعيد. زين، هسه اسجل دكتور، بخروج. اي هسه تمام. تمام. هسه تمام دكتور. اوكي. زين، نجي الآن. قلنا 3 خطوات. الخطوة الأولى هو الانتقال من وسط التسخين إلى السطح الخارجي للعبوة اللي عندي. بعدين الانتقال، الخطوة الثانية الانتقال خلال السطح العبوة إلى السطح الداخلي، وبعدين الانتقال من السطح الداخلي الخطوة الثالثة إلى المادة الغذائية اللي موجودة إلى أبرد نقطة بها. إذا هي هاي المراحل. لو نجي الآن طبيعة الانتقال لكل مرحلة نشخصها. نجي الآن بالنسبة للمرحلة الأولى اللي هي الهيتينج ميديوم. أول شيء، شنو أنواع وسط التسخين اللي أستخدمه في عمليات التعقيم، الثيرمال بروسيس، معالجات الحرارية؟ أستخدم الساتوريتد ستيم، هاي أول نوع. صوتي واضح مو شباب؟ واضح دكتور. أي دكتور. أوكي. إذا أستخدم الساتوريتد ستيم، هو هذا طبعا أفضل وسط عادة يستخدم بالمعالجات الحرارية. السبب في ذلك عدة أسباب. أول شيء، معاملة إدخال الحرارة للفيلم كوندنسيشن فيبر
يكون عندي كلش عالي مقارنة بالأنواع الأخرى من الكوفيشنس اللي موجودة. زين، درجة الحرارة مالت الستيم، ساتوريت الستيم ممكن السيطرة عليها من خلال الضغط. هذه هي الأدفانتج الأخرى. بعدين الهيت كونتنت اللي هي تسميها باللمدة مالت الهيت اوف ايفابوريشن مالت الستيم لكل وحدة كتلة كلش عالية، يعني قيمة اللمدة كلش هواي بالنسبة للستيم. يعني تتصور انا من اجي استخدم هوت ووتر من درجة حرارة مثلا، على قول مثلا من 80 للمية استخدمها كوسط تسخين، او استخدم ستيم بالمية، شوف ايش قد كمية الحرارة اللمدة. هنا أنا عندي تقريبا اذا تلاحظون الستيم تيبل هي بال2500، ويعني الافريج مالت 2500، بينما انا اذا ارجع استخدم الهوت ووتر اللي هو من 80 للمية ما يطلع عندي تقريبا بال500 كيلو جول. فده تلاحظون الفرق، فرق شاسع هنا. ايضا عندي المسألة الاخرى، الووتر كونتنت في معظم المواد الغذائية يكون عندي كميته هواية. البريشر مالت الستيم خارج العبوة راح يصير عندي كاونتر اكس مع البريشر اللي يتولد عندي، يعني يصير عندي نوع من التوازن انسايد ذا الكونتاكت مالتي. بعض الحالات يقول عندي الاوفر افشنسي اوف ستيم از هيتنج ميديا بمضار. شنو المضار هنا اللي هو؟ يعني اذا كانت عندي نوع العبوه اللي مالتي هي ماده زجاج مثلا او شو اسمه بوتلز، يعني هو زجاج اللي هو الجلاس نسميه احنا. فالرابد تو رابد هيت ترانسفير، طبعا تعرفون انه انتقال الحراره، معامل انتقال الحراره او التوصيليه الحراريه كي مثل الجلاس يعني مو قويه، فبالتالي راح يصير عندي يعني لو ثيرمال كونتاكت مارت الجلاس، فراح يصير عندي هنا الجراديانت، يصير عندي انترنال ستريس، راح يصير عندي في احتمال يصير عندي تشققات بمن بالماء يعني هنا ما ممكن، يفضل انه ما استخدم العبو مالتي في هذا النوع، انه يكون عندي من الزجاج يفضل يعني، بس هو مو كل الاحوال. الهوت ووتر ممكن استخدمه بس يكون كفاءته اقل، يعني ممكن استخدمه بس يكون كفاءته اقل. او طبعا هنا انا مو عندنا حالات، يعني مرات نضطر انه نستخدم الهوت ووتر اذا كانت عندي الماده مثلا سنسيتيف للحرارة فأضطر أستخدم الهوت ووتر. عندي الستيم اير مكسشر ممكن، يعني الستيم يعني هذا أيضا ممكن أستخدمه كوسط تسخين. عندي الهوت كازس اللي هو الكومبشن غازز، يعني غازات الاحتراق، ممكن أيضا أستخدمها في عمليات التسخين. بس عموما معظم المعالجات الحرارية شباب شو يستخدمون؟ يستخدمون الستيم، يكون أفضل للأسباب اللي ذكرناها سلفا. واضحة شباب؟ دكتور جيد. نجي الآن نوع الباكج، الآن نوع الباكج. طبعا عندي أنواع مثلا من الباكج، يعني اللي تستخدم في عملية حفظ المادة الغذائية، كان يكون عندي استخدم الالمنيوم مثلا او التين بليت. التين بليت يعني اللي هي تكون عندي هي مطليه بالقصدير من الاسفل من الداخل، يعني هذه عموما هي تكون عندي الكوندكتيفيتي مالتها هي اعلى من الجلاس، والانتقال بها يكون اسرع. بس هو بصوره عامه اذا كان عندي اني السمك هنا دائما شو يكون عندي؟ السمك مالت العبوة هو سمول، فبالتالي الكونتريبيوشن للريزستنس للهيت ترانسفير بالنسبة للباكج يكون عندي عادة يعني قليل، يعني ممكن اهماله، يعني ما يأثر عندي اذا استخدمت الالمنيوم او الزجاج مثلا. ممكن بس مو ذاك التأثير اللي هو جدول 8 اذا تلاحظون هسه مثلا الستانلس ستيل ايش قد
الكي مالته 17، الكبر 370، الالمنيوم طبعا هنا ما موجود، الالمنيوم ما موجود، الالمنيوم هو اكثر من الكبر يعني اعلى. زين فبالتالي يعني هنا بس ايش قلنا، احنا قلنا انه هو اصلا انا دا استخدم السمك مالته كلش قليل، فما راح يكون عندي تاثير عليه. المرحله الثالثه اللي هي الانترنال هيت ترانسفير، هنا طبعا هنا بالانترنال احنا قلنا الاكسترنال استخدم الستيم، راح يكون عندي اللي هو الكونديسيشن اوف فيلم، فيلم كونديسيشن دي يصير عندي، فيصير عندي الانتقال من خلاله، فتكون عندي هي هاي اللي هي ترانسفير من خلاله يكون عالي كلش. او وطبيعه الانتقال راح يكون عندي اللي هو هذا يعني كونديسيشن اوف فيلم، انتقال الحراره. الان بالنسبه الى الانترنال هي ترانسفير، الانترنال اما يكون عندي طبيعه الانتقال اما باي كونفكشن حمل او باي كوندكشن او بكلاهما. مثلا اذا كان عندي سوليد فود يعني ماده غذائيه صلبه مثل يعني اللحومات، انواع يعني كثيره من المواد الصلبه اللي موجوده الغذائيه، فالكوندكشن راح يكون عندي، يكون عندي هو المسيطر الاساسي. إذا كان عندي المادة الغذائية السائلة فأكيد الكونفكشن هو يكون عندي المسيطر في هذه الحالة. في بعض الحالات شو يصير عندي؟ عندي مو بس يعني المادة الغذائية مؤلفة من solid particles وليكويد ميديوم مثل العصائر وغيرها، خضروات وما شابه ذلك، هاي النقانق وغيرها المهم، أو حتى عصير الطماطم. فهذا هنا الانتقال شو راح يكون عندي؟ راح يكون عندي كومبينيشن باي كونفكشن وباي كوندكشن في هذه الحالة. الآن نقطة احنا دائما من نجي نشتغل على يعني أقل نقطة برودة موجودة بالمادة الغذائية، لازم نوصلها، هاي لازم توصل إلى درجة حرارة التعقيم اللي يلي تاني. الآن وين هذه موقعها الكولدست بوينت؟ طبعا موقعها يعتمد أول شيء على نوع الهيت ترانسفير، يعني موديل هو الانتقال، عندي كونفكشن كوندكشن اور كومبينيشن. مثلا اذا كان عندي كوندكشن ترانسفير فهي تكون عاده بالسنتر مالت الباكج اللي موجود عندي هنا، بيكون عندي كونفكشن ترانسفير وذ اجيتيشن. مثلا اذا كان عندي في يعني عبوه عموديه فتكون عندي ضمن السلسل الأول من الارتفاع من الأسفل، تكون عندي أقل نقطة برودة. إذا كان عندي large particles و viscosity مالت الليكويد تكون عندي عالية مثلا، هنا راح تكون عندي تتوزع ضمن المادة، يعني ما راح تكون مرات تكون عندي بالسنتر ومرات تكون عندي بعيد عن السنتر. المقاومة الحرارية الداخلية هنا للانتقال طبعا هي تمثل العامل الأساسي في عملية انتقال الحرارة بصورة عامة أثناء الثيرمال بروسيسنج. يعني لاحظتم احنا الاكسترنال ما عندنا بيه مشكلة، ما عندنا مقاومة، وعندي أصلا الباكج اللي موجود عندي أنا أصلا السمك مالته قليل، فمعظم الهيت ترانسفير ريزيستنس اللي يصير عندي وين؟ بالانترنال. في حال اذا كان عندي المنتج مالتي ليكويد او سيمي ليكويد ممكن انا هاي المقاومه الحراريه اقدر اقللها باستخدام الخلط، يعني زيد الهيت ترانسفير. فبالتالي شلون نسوي عمليه الخلط هنا عمود اقلل من المقاومه الحراريه؟ عندي نوعين، عندي يسموه نوعين من الاجيتيشن، عندي الاند او اوفر اند روتيشن وعندي السبيننج اللي هو موضح بهذه الحالة. يعني هذا يكون عندي بهذه الحركة كلها، وهنا عندي لا السنتر مات الكان يبدي أحرك عليه أسوي عملية الاجيتيشن. فعندي هاي فبالتالي السبيد اوف موفمنت from one end to other end تعتمد على الفيسكوسيتي مالت البرودكت اللي موجود عندي،
واذا كانت عندي السبيد اوف روتيشن كلش عالي هنا انا راح يصير عندي هيد سبيس از يعني يصير عندي ما يصير عندي عملية خلط متجانس في هذه الحالة. هاي في حالة الـ end over end اللي عندي الـ agitation by spin يعني by rotation يكون عندي عادة هو الأفضل عندي يكون عندي هو الأفضل. نجي الآن للـ mathematical models اللي تستخدم لـ prediction of the heat penetration. هذه يعني الكاينتس اللي راح نجيها تعتمد بالدرجة الأساسية على الـ unsteady state هو أساس عندي العملية راح عفوا دكتور، نعم نعم الصوت صار كلش بعيد. الصوت صار كلش بعيد ليس استيس تمام. هسه أوكي؟ اوكي دكتور. فتعتمد على من على بالدرجة الأساسية على الأنستد ستيت هيت ترانسفير لأن هي أساسا عملية الثيرمال بروسيسنج تبدي أول شيء للإنيشيال صاعتها إلما للدرجة الحرارية اللي الستاندر اللي عندي. فعملية الصعود من الإنيشيال إلى الستاندر هاي شنو يصير عندي حالة الأنستد ستيت. بعدين راح تاخذ فترة معينة بقيها ات كونستانت تمبرتشر وبعدين ابدي ان ابرد انزل من الستاندر تمبرتشر مالت السيريلايزيشن ابدي انزل من الى الروم تمبرتشر. اذا هاي البروسيس كلها شو نسميها؟ ان ستدي نسميها بالترانسيت هي ترانسفير يعني مو ستدي يعني بيها 3 مراحل، مراحل ان ستدي صعودا وستدي لفتره معينه وبعدين ان ستدي نزولا. فبالتالي لوج تي ار ناقص تي، التي ار الريفرنس والتي هي درجة الحرارة اللي انا راح استخدمها في عملية التسخين راح يتناقص لينيري وذ تايم، لينيري وذ تايم. لو نجي اللي هو هذا من اجل ارسم لوج التي ار ناقص تي، هذا لوج تي ار ناقص تي هاي القيمة اللي مهمة عندي مع الزمن تكون هي العلاقة شنو؟ علاقة لينير. الامتداد مال هاي العلاقة يعني امتداد الميل مالتها ويصير عندي تقاطع مع الانترسكت مع الواي اكسس عندي هنا راح نحصل على ما يسمى بالتي ستار وهي هذا فشي ايماجينري يعني مو واقعية جاية من الاكسترابوليشن اللي سويناه. عندي هذا اللي يهمني عندي ال HF اللي هو الهيت لاج فاكتور، HF اللي هو الهيتنج لاج فاكتور اللي عندي كلش مهم هنا. الريل هيت بنتريشن كيرف يوجوالي ديفر فروم ذا الحقيقي الان هو يختلف عن الثيورتيكال. الثيورتيكال هو لاحظوا هو لينير فالحقيقه شيء يكون عندي ما راح يكون عندي يكون عندي ديفيجن عن اللينير. فهذا ال HF اللي هو كلش مهم عندنا اللي هو الهيت هيتنج لاك فاكتور هذا المفروض واحد يعني دائما شلون الدي اذا تذكرون سوينا الدي شلون حددناه هو هذا نفس الفكره مالته بس هذا يستخدم بالهيتنج ترانسفير. الان قبل لا انتقل الى المثال 8-7 اكو شيء ما واضح بالشرح المحاضرة؟ واضح دكتور. جيد بكر ما اكو صوت. بكر ما دام نسمعك موجود بكر؟ نعم موجود دكتور. شلونك يعني ان شاء الله زين الحمد لله دكتور الله يبارك فيك. زين
إذن إذا ماكو سؤال نروح على المثال. هسه هذا المثال 8-7 شوية أريدكم تنتبهون وياي لأنه مهم جدا. راح نبدي نوضح المثال اللي هو تطبيق على من على الفكرة اللي هي ترانسفير بالنسبة لمن للثيرمال بروسيسنج وتأثيراتها. يقول the temperature of the center of cans of core in water يعني عندي ذرة was measured in the course of stirring ritual أثناء عملية التعقيم. يقول لي the readings are shown in table 8-3 راح نجي. عملية التعقيم عندي تتم بدرجة حرارة اللي هي ثابتة اللي هي قيمتها 121 سنتيغريد اللي هي ستاندر هذه. ويبدأ هو يقيس ال first measure was taken when the temperature of the toast stabilized يعني عندما تبدي تثبت. يقول الـ steam was cut off يعني يقطع الـ steam وتبدي عملية التبريد عندما يكون عندي يعني يفتح الكولينج مال التبريد عندما تكون يعني بالزمن من 45 إلى 75 47 منت من 45 إلى 47 يعني دقيقتين. المطلوب أحسب الـ F نوت للـ process وبعدين هنا عندي at what moment should the heating be stopped يعني ايش قد الزمن اللي يتوقف عندي عملية الهيتينج عندما أصل قيمة الاف نوت اللي هي 8 مينت. وبعدين يقول لي ارسم لي الهيت بنتريشن كيرف with time مع الزمن. فعندي ثلاث مطالب. نجي الآن توضيح نوضح هاي الحالة. احنا عندنا القانون اذا تذكرونه انه الاف نوت يساوي تكامل من صفر الى تي 10 للاساس او للاس هو 10 اساس للاس تي ناقص 121 على 10. زين ليش هاي 121 ليش 10؟ مين يقول لي؟ دكتور دانيال ستاندرد. ممتاز اذني. ولهذا قيمه الاف سميناها اف نوت. اف نوت وهاي وين تصير عندي الاف نوت بالستاندر كونديشن للثيرمال بروسيس. وبالمحاضره السابقه ايش قلنا؟ قلنا للستريلايزيشن عمليات التعقيم الستاندر تمبرتشر هي 121 اذا ما اعطيك اياها وقيمه الزيت ايش قد 10. احنا لو تجون على القانون هو اف اذا تذكرون اف ار زد تكامل من صفر الى تي تي ناقصا ار على زد يعني 10 للقوه تي ناقصا ار على زد في الدي تي. هذا هو القانون الاساسي مال حساب الاف. بس من استخدم الار اللي هو ريفرنس تمبرتشر 121 و الزد 10 صار عندي اف نوت ما عدا ذلك اعتبره اف من R إلى Z آخر. واضح؟ يعني لازم تميزون ما بين الـ F نوت والـ F. زين هو شو مطيني؟ مطيني التيبل. خلينا نشوف التيبل اللي مطيني اياه. هذا مطيني يقيس لي درجة الحرارة مع الزمن بادي من 0 إلى 51 منت. إذا تلاحظون عندي هنا تبدي تصعد العملية من 27 درجة حرارة إلى أن توصل لمن؟ لل 120 تقريبا بهذا الزمن. بعدين تبدي الكولينج من يبدي يفتح ينزل عندي من ال 68 ينزل عندي ال 68. اذا عندي هي يعني عندي انكريزنج وبعد شنو عندي ستيدي ستيت تقريبا راح يصير عندي هنا بهاي المنطقه وبعدين شنو ديكريزنج. زين نرجع. زين اذا انا هنا المشكله ما عندي يعني علاقه التي تي كابيتال مع التي سمول يعني درجه الحراره مع ما عندي علاقه رياضيه على مود اجري الانتجريشن. هذا الانتجريشن هذا اذا اريد اسويه لازم اعرف شنو علاقه التي مع التي كابيتال اللي هو درجه الحراره مع الزمن. ما عندي العلاقه. شنو الطريقه
الأقرب لحل هذا التكامل وإيجاد قيمة الاف نوت. هنا أنا أستخدم إحنا نسميها بالإكسبرمنتال ميثود، الطريقة اللي هي التجريبية، يعني أحول اللي هي نسميها لما ماخذيها عندنا بالنيوميريكال ميثود، الطرق العددية، نحولها إلى سميشن. يعني الاف نوت راح يساوي سميشن، وعندي هاي 10 اس تي ناقص 121 في دلتا تي، فمجموعنا هذا من صفر الى تي اجمعنا طلع الاف نوت. فهنا لازم اني ديت اللي اياها نجي عليها هذه، من هذه ديت المطينة هذه لازم استفاد من ادها اللي انا تايم مع درجه حراره، فلازم استفاد من عندها، ما عندي علاقه مباشره ما بين التي كابيتال والتي سمول، فاجي استخدم هاي المعادله. اذا هاي المعادله استخدمها وين شباب؟ من ما يعطيني علاقه مباشره ما بين التي مع التي كابيتال مع التي سمول. شلون طريقه الحل مالتي؟ الان اول شيء اتفقوا عليه يا شباب، اقسم الزمن مالتي الى فترات، يعني عند الزمن من صفر الى 1.5 اسوي فترات. اذا من الصفر للاثنين هاي فتره، ايش قد الدلتا تي مالتها؟ 2. اخذ التي الافرج عندي 27.8 الى 102، اخذ نقسمهن على 2 اطلع الدرج حراره اللي هي هاي التي الافرج اللي هي. وين اعوضها؟ اعوضها بالمعادله ال 10 اس تي ناقص 101 على 10، اعوض عن قيمه التي هنا بالتي افرج، احسب هذا المقدار اضربه في الدلتا تي اطلع اول قيمه. اول قيمه عندي بالدلتا تي 2، اجي اطبق نفس الحاله عندي من 2 الى 4، 2 الى 4 ايش قد الدلتا تي؟ ايضا 2 مو الزمن اي. فاقسم ال 101 اجمع ال 102.8 مع ال 110 واقسم على 2 اطلع التي الافرج هذه. اجي احسب ال 10 الاساس تي ناقص 101 على 10 واضربه في الدلتا تي اطلع هاي القيمه. نجي الآن من 4 إلى 8 ايش قد الفرق؟ 4 دكتور. 4 إذا 4 أجي الآن من 110 إلى 111.7 أجي أجمعهم وأقسم على 2 أطلع التي الأفرج، آخذ 10 للأساس تي ناقص 121 على 10 أطلع قيمة أضربها في الدلتا تي أطلع تي. وهكذا لكل القيم لكل الفترات اللي أنا سويتها أستخدم نفس هذا. الآن أجمع هذا، أجمع كله، اجمع هاي الانكريمنتس هذه كلها اجمعها، راح اشر عليها هذه راح اجمعها كلها. ايش راح يعطينا هذا؟ راح يعطينا هذا اللي هو هنا يعطينا اللي هو اوكي يعني. وهذا الناتج ما راح يكون عندي هذا، هذا صمش، فطلعت الاف نوت اللي هو راته، طلعت الاف نوت اللي هو راته المطلب الاول. واضحه الفكره اللي سويتها يا شباب؟ واضحه دكتور، واضحه. لان يعني هو ثرى يعني بالمحاضره وبالكتاب شو اسمه مطي يعني الطريقه، تلاحظون مطي يعني مسويها مثل ما هاي انت يا باز زين، ويحسب الميديوم ويحسب هذا، بس ما مطيني التفاصيل مالته، ما مطيني التفاصيل مالته، فاحنا وضحنا هنا التفاصيل. اذا الان المطلب الاول حسبناه، هو هنا من حاسبه مطلع 17.3، ما اعرف يعني بالنسبه احنا من انا جيت من اشتغلته باستخدام الكالكوليتر يطلع عندي 16.13، فانا افضل دائما استخدم تشيك يعني بالحسابات مالتك، يعني ليس بالضروره يكون نفس المقدار. واضح؟ وانتم هم تشيكوا، جزء انا غلطان، جزء الاستاذ مالتكم هم غلطان، هم تشيكوا وراي، شوفوا جزء طلع هو صح، ما ادري الله اعلم، وجزء انا غلطان. شو تقولون؟ لا استاذ. زين. اذا حسبنا هسه الاف اللي هو سميشن، جمعته هذا سميشن كله حسبته. زين، نجي الان المطلب الاخر.
شنو المطلب الآخر اللي يراده؟ At what moment يعني زمن يريد should the heating to stop in order to have the F not اللي يساوينا 8. يعني الآن لازم عندي أطلع قيمة ال F not قيمتها 8 وأسقطها، لازم أرسم بين ال F not وال T وأسقط أطلع قيمة ال T. هي هاي الفكرة. الآن شلون أرسم؟ شلون أرسم؟ أرجع المطلب الثاني. عندي هذا التي اللي هذا، وهنا شو احسب؟ احسب الكوميونيكيتيف يعني التراكمي، الاف نوت تراكمي. يعني هسه عندنا بالزمن اثنين، لو نرجع على الزمن اثنين ايش قد الاف؟ هي 5.3 بالزمن اثنين، من 0 الى 2 مو هي 5.3. الان من 2 الى 4 ومن وصلنا 4 اجمع هذا مع هذا، هذا زائد هذا. من نوصل الى 8 اجمع هذا مع هذا مع هذا، وهكذا نسميها تراكميه. شو نسميها؟ تراكميه. وراح اجي ارسمها، يعني هذا التي مع التراكمي مالته. تلاحظون تبدا القيم يعني تزداد تدريجيا الى ان توصل الى مقدار ثابت. فجيت رسمت الان. بالمناسبه شباب، هذه ورق بياني، يعني اذا ما عندك مثلا ما عندك بالبيت ورق بياني وما مشتري، تقدر موجود، انا ادزلكم ان شاء الله، يعني موجود ورقه رسم، بس الرسم بيها يعني ورقه ترسم بال شو اسمه، بستخدم استخدم شو اسمه المسطره والقلم بالرسم. واضح؟ واكو صيغه اللي هي هذه، بس اراويها لكم، اللي هي هذه سميها ورقه كامله. اذا تلاحظوها اشر عليها، هاي ادزلكم اياها اذا تريدون. هي هاي نفسها ورقه بيانيه، تقدر تسحبها ملونه او تسحبها اسود ابيض، تشتغل عليها. اذا ما عندك يعني ورق بياني وانت تريد تشتغل، ما عندك بالبيت ورق بياني، فتقدر تستخدم هاي الورقه. هم ادزلكم اياها ان شاء الله. واضحه شباب؟ واضحه دكتور. جيد. جيت رسمت هسه، انا يعني قسمت الزمن الى 50، ايش قد الزمن انا عندي؟ من 0 الى 51. قسمت انا هذا كله 50 10 20 30 40 50، وقسم والاف هنا، هنا قيمة الاف لازم اف نوت قيمة الاف نوت اللي هي ايش تكون عندي؟ التراكمية. هاي الأفنوت التراكمية هي قيمتها أعلى شيء 16، فقسمتها يعني 0 10 20. الآن بديت أخذ النقاط واحدة واحدة بالزمن الاثنين، وأجي أخذ التراكمي. عندي هاي النقطة واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة للعشرين. تلاحظون هسه للعشرين هو واحد، للأربعة إيش قص صعد عندي؟ صار عندي 11، صار مو فعندي قفزة من العشرين للأربعة، صار عندي قفزة من 20 إلى 40. بعدين ورا ال 40 يبدي عندي ال 45، وبعدين آخر شيء من ال 74 أو من ال 45 يبدي عندي تقريبا يستقر يثبت. زين، هسه أنا ايش قد أنا لازم أطرح، يقول لي عندي عملية الكت أوف تبدي بال 45 إلين ال 47، فهذه لازم أطرحها. فايش قد قيمة الأف نوت هنا؟ أنا آخذ فرق هذه ناقص هذه، يعني 16.1 ناقص 15 تطلع عندي 0.34، وعندي 8 اطرح من عندها 0.3 يطلع عندي 7.6. اجي هاي 7.6 اسقطها يطلع الزمن. ايش قد طلع عندي الزمن هنا شباب؟ 33. هو بالكتاب هذا لانه يعني بيشتغل مطلع شو اسمه الراسم مالته، فهو عنده يريد 8، ما اخذ الفرق ما بين هذا، طلع عنده 0.43 0.34 مو احنا ايش قد طلعت عندنا؟ 0.34 ما اعرف، يعني الظاهر يمكن اكو فد، لان تلاحظون القيمه ايش قد هنا؟ 0.43، يعني ما يجوز اكو عنده غلط معين بالهذا، ما اعرف. فمن اجي اطرحها، اطرح ال 8 من هاي القيمه، لانه بالرسم واضح عندي، بالرسم واضح عندي تطلع عندي هاي القيمه، فرق هذا 0.34.
وجا سقطها طلع الزمن، يطلع بالزمن 33 اللي هو طلع 32 بالحال مالته، اللي هو تقريبا يعني مشابه له. الفقرة الثانية هنا ارسم بين اللوج تي ار ناقص ان تي، طبعا ما راح يطلع لينير ولهذا انا ما رسمته لان ما راح اطلع من عنده شيء، بس الشكل اللي هو هذا الرسم مالتي، التي مع التايم واخذ اللوج تي ار ناقص ان تي ار هي 121 عندنا مو ناقص ان تي، وابدي ارسم يطلع عندي هنا. فهذا اللي تلاحظون هو مدى يطلع عندي لينير، مدى يطلع عندي لينير، وهذا اكيد يعني السبب هو عمليه الانتقال اللي تصير عندي هنا مو هوموجينيوس، عندي باي كونفكشن كوندكشن. لو كان عندي باي كوندكشن واحد ايش يكون عندي هذا شباب؟ يكون عندي لينير، واضح؟ كله لينير. هو هنا يجزئ يقول لك ناخذ هذا الجزء يصير عندي سلوب اول وسلوب ثاني، احنا هذه ما ندخل بها علينا. الان احنا اخذنا الحاله الاولى، الحاله الاولى اللي ان باكينج يعني باكج عندي يعني باس سيستم، باس سيستم يعني العبوات وشلون يصير عندي الانتقال، واخذنا مثال عنه. الان اخذ الحاله الثانيه يصير عندي لا فلو سيستم، اني فلو ثيرمال بروسيس. هنا شو استخدم؟ استخدم هيت اكسنجر. وهنا ايش راح يكون نوع المنتج مالتي شباب؟ الماده الغذائيه ايش راح تكون نوعها في هذا؟ سؤال سائلة بس بها يعني مادة صليبية. لا بس سوال، سوال شباب وياي بامبي انا اقول شو اقول هنا أنا. ارجع اخلي اللاين برودكت يعني شنو قابله لهذا عاده يعني اكو عندي مثلا ممكن الصلب وياه يتواجد بس يسبب لي مشاكل هنا الصلب حقيقة، يسوي لي سدادات زين ويجوز يقعد عليه من على يعني السطح الداخلي مالت الهيت اكسنجر. فعادة هنا هنا فقط اتوقع يعني العصائر ممكن استخدمها هنا في عملية التعقيد بالان فلو ثيرمال بروسيس، بينما بالباكينج باكج ان باكج ثيرمال بروسيس لا، هذه كل انواع لان هي وهي راح تكون عندي عندي يعني باتش سيستم، عندي باتش سيستم يعني مغلق وقال. هنا انا راح يصير عندي استخدم هيت اكسنجر، والهيت اكسنجر اللي هو هذا يعني يصير عندي الفيجر اللي هو انواع طبعا هنا للثيرمال بروسيس مالت الميلك حليب. هسه مثلا حليب ممكن استخدم هنا سائل، ممكن حليب، ممكن الحليب اقدر استخدمه، واقدر استخدم العصائر ايضا. فيصير عندي هنا عملية فلو، او عندي يعني عندي هذا اللي هي تكسنجر، يبدي عندي عملية التعقيم. الان شلون المعالجات الحرارية، شلون احسب درجات الحرارة في هذا النظام؟ بس لو نيجي الان عندنا الهيت بالانس اكويشن خلال هذا، عندي هيت اكسشنجر يعني نعتبره دبل بايب هيت اكسشنجر، الهيت اكسشنجر عندي دبل بايب اكو شيرلان تيوب مو، بس نعتبره الان نعتبره دبل بايب هيت اكسشنجر نشتغله. فعندي الحراره المفقوده شو تساوي الحراره المكتسبه، هذا القانون مو ماخذي احنا بال تصميم يعني بالمبادلات الحراريه، الحراره المفقوده تساوي الحراره المكتسبه تكون عندي بهذا بالفلويد اللي موجود ديمور، وهذه اللي راح تنفقد منين؟ من الميديوم الخارجي، فيكون اليو اللي هي الاوفر اول هي ترانسفير كوفشن في الدي اي الى دي تي تغير في الدلتا تي، هذه الخارجيه، وهاي عندي راح تكون باي ذا ميديوم اللي عندي اللي هو اما الميلك او العصير، يكون عندي جي في السي بي مالته في دي تي الى دي تايم. هذا هسه اجي اعوض عن قيمه الدي اي الى دي تي ان تيرم اوف جي اللي هو الماس فلو ريت والدايمتر والرو ديسيتي، واجي اعوضها بالمعادله اللي هي 8 15، راح احصل على هاي المعادله، اسوي لها انتجريشن احصل على الناتج النهائي اللي هو هذا.
اللي هو يمثل تغير درجة الحرارة مع الزمن، تغير درجة الحرارة مع الزمن. فنلاحظ هنا بالانفلو سيستم شنو طبيعة العلاقة ما بين درجة الحرارة والزمن. فتكون عندي لوج لينير، تكون عندي لوج لينير، نسميها لوج لينير. لوج بالنسبة لمن؟ درجة الحرارة. لينير بالنسبة لمن؟ للزمن. هنا نأتي عادة ناخذ الافريج تمبرتشر اوف ذا برودكت، بنعوضها بالقانون. طبعا هنا أنا هذا الثيوري، بس الاكشوال عندي يعني التوزيع الحقيقي يكون عندي ديفيجن، تعرفون، لانه يعتمد عليه مع الخواص الفيزيائيه على الستركتشر مال الماده الغذائيه وعمليه الانتقال هنا أنا خلال الهيت اكسشينجر. In continuous inflow heating, the temperature usually rises very rapidly. يعني تكون ترتفع رأسا ارتفاع، وال resistance time شو يكون عندي؟ قليل زمن هذا، يكون عندي too short، قليل. بينما بال end package system لا، الارتفاع يكون عندي بطيء صعوده، وبعدين زمن البقاء يكون عندي اعلى من الحاله اللي هنا. ال another option of for inflow thermal is ohmic heating. هاي احد الطرق اللي هي اللي نسميها المقاومه الحراريه، الاوميك هيتينج. بس هذه تطبيقاتها همنا عندي محددة بسبب الفاولنج اللي يتكون بها بسرعة. نجي ناخذ مثال اللي هو 8-8، اللي يقول عندي فود ليكويد، اذا هنا عندي سائل is given a thermal treatment، يعني معالجة حرارية consisted، يعني تتألف من of three consecutive، من ثلاث مراحل متتالية. أول شيء heating in a heat exchanger، هذه أسخنها بال heat exchanger. هنا الدرجة حرارة increase linear، ها انتبه لهاي العلاقة increase شنو؟ linear، من 30 إلى 120 بزمن 90 سكند. هاي أول ستيج. الستيج الثانية أبقي بال 120 فور 70 سكند ثابت، درجة حرارة ثابتة. تجيني الستيج الثالثة، لا أبدي أنزله كولينج إن هيت اكسشينجر، أبرده. وهنا أيضا دي تمبرتشر دروبس شنو؟ زي يقول لي لينيري أيضا، من 120 المن إلى 10 سنتيغريد بزمن 90 سكند. يريد الاف نوت فور ايتش ستيج اند ذا انتاير، كلها يعني الاف مال كل مرحله، المرحله الاولى والثانيه والثالثه، ونجمعهم بالاخير. اوكي يعني يا شباب، تمام دكتور. هسه الان شو اسوي شلون احل انا هذا السؤال؟ نيجي الان ما نرسم، لا باولي هو قال لي لينير من كذا الى كذا. اللينير ريليشن هاي المعادله احنا ماخذيها دائما بالرياضيات صف اول، مو تذكروها؟ هاي شو اسمها نعم دكتور، مال ميل ايه شو اسمها معادله شنو؟ ها شو يسموها هاي المعادله شباب؟ شو ماكو صوت؟ ها بكر،
شو يسموها هاي المعادلة؟ تواصل كل تطلع المعادلة. شو يسموها المعادلة؟ هاي المعادلة مال منو؟ دكتور مال انتربليشن معادلة يعني هاي. لا لا، مو انتربوليشن، ما لها علاقة سأل بالانتربوليشن. نفس الواي يساوي ام في اكس ناقص اكس واي شو يسموها معادلة شنو؟ الفورمولية هيك شيء اه يعني مستقيم دكتور معادلة مال اي مستقيم يعني خلاص. مال معادلة المستقيم. معادلة خط مستقيم. هاي اي خط مستقيم، هذا يمثل الميل، هذا واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1، مو هاي شو يمثل؟ يمثل الميل. والواي ماينس واي 1 على اكس ماينس اكس 1 هذه. فاجي استخدم هذه ان تيرم اوف واي واكس، حولها المن ان تيرم اوف تي كابيتال تي سمول، اغير بس الرموز مالتها، واضح؟ واجي انا مطيني كونديشن بالزمن صفر ايش قد التي 1؟ 30. بالزمن 90 سكند ايش قد التي 2؟ 120. اجي اعوض هنا فاطلع هاي العلاقه كلها، الفاينل مالتها راح تصير عندي بهذه الصيغه، تي راح يساوي لنا 30 زائد تي سمول. هسه انا هاي وجدت علاقه تربط ما بين التمبرتشر والتايم، اجي هذه استخدمها انا الان، هاي العلاقه اجي استخدمها الان. ليش اخذت اف من ار الى زد؟ ما شو تقولون شباب وياي؟ كان عندهم درجة حرارة مستندر. شلون غادة؟ مو يعني محددين درجات الحرارة مستندر. لا، هو أنا هذا القانون العام شباب، هذا القانون العام اللي هو مال قيمة الاف، الاف من ار الى زد تكامل من صفر الى تي سمول تي ناقص ار على زد 10 لاس تي ناقص ار في دي تي، هذا القانون العام. الان عندي ثيرمال تريتمنت، البروسيس عندي شنو البروسيس عندي؟ معالجة مو دكتور اي معالجة حرارية المعالجة الحرارية شنو قيمة الار ايش قد الها وقيمة الزيت؟ الثيرمال بروسيس الار 121 والزيت ايش قد 10، هاي المن الثيرمال بروسيس فقط. فتتحول عندي الاف ار زيت المن الى اف نوت، سميها بالستاندر، واضح؟ تمام دكتور يعني هاي الاف نوت انا جايبها من القانون العام بس عوضها عن قيمه الار اللي هو خاص بالثيرمال بروسيس الستاندر، وقيمه الزيت اللي خاصه يعني بغير البروسيس عندي، اذا كانت عندي كوكينج مثلا طبخ او هذا، راح تكون عندي، ما راح استخدم هذا الاف نوت، استخدم هذا القانون العام. ليش انا كتبته على مود ابين لكم؟ يعني انت مو راسا تستخدم الاف نوت، الاف نوت من اعوض عن قيمه الار بالستاندر والزيت بالستاندر للثيرمال بروسيس اللي عندي، يصير عندي اف نوت. غير الثيرمال بروسيس شو يكون عندي؟ اف من ار الى زد، واضح شباب؟ ها واضح لو اكو مشكله؟ لا واضح واضح. زين واضح زين زين. الان اجي هاي الاف نوت تكامل من صفر الى تي 10 للاساس تي ناقص 121 على 10. الان اعوض عن قيمه التي بالعلاقه اللي وجدتها، تي ساون 30 زائد تي سمول، اجي اشيل التي اللي هنا اخلي هاي مكانها، صارت عندي هاي المعادله. اكمل الرياضيات مالتها، صار عندي هاي العلاقه. وبعدين هم انا ارتبها تي على 10 يصير 0.1 او 1 على 10 9.1، فصير عندي هاي المعادله النهائيه. الان هذا شلون اسوي الانتجريشن مالتها؟ ها تذكرون الانتجريشن مال 10 تو ذا باور اكس، اخذيه مو بصف اول او صف ثاني، تكامل 10 تو ذا باور اكس في دي اكس، شو يساوي لنا؟ واحد على لين العشرة في نفس الدالة 10 تو ذا باور اكس. هاي اذا كان عندي اكس
هنا زين، اذا كان عندي اثنين اكس شو يصير؟ ها رياضيات صف اول شباب. دكتور 2 على لين العشرة 10 أس 2 إكس 10 أس 2 إكس، 1 على لين العشرة وبعد شكو وياها. مضروبة ب2. ممتاز، أنا أضربها باثنين. يعني هنا لأن لا 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 لازم شو أسوي؟ أنا أوفر المشتقة مالتي هي إكس هنا دي إكس، إذا 2 إكس شو يساوي؟ لازم 2 دي إكس. فأضرب وأقسم على 2. وفرت المشتقة، إذا راح يصير عندي المقسوم عندي 1 على 2 في لين العشرة 10 أس 2 إكس. جيد، يعني ما أكون فيها مشكلة الآن. الآن هذه نفس الشيء هنا، ان تيرم اوف اكس راح تصير ان تيرم اوف تي سمول اللي هو التايم، فاجي اسوي الانتجريشن مالتي راح تطلع عندي هذه مشتقة هذا هو 0.1 في الدي تي، فاضرب واقسم على 0.1 على مود اني اضرب يطلع عندي المشتقة مالته موجود، وقسمه هو 0.1 لان العشرة للعشرة القوة 0.1 تي ناقصا 9.1، عوض من 0 الى 90 واطلع الناتج يطلع عندي 3.45 سكند. وهنا ما ادري شو مطلعها القيمة مالته، طلعها 5.47، ما ادري شيكوها شو انا طلعت غير شيء. يعني من جيت حسبتها بالحاسبة طلعت لي هاي القيمة. الآن هذا فور هيتينج المرحلة الأولى طلعنا الاف نوت. الآن المرحلة الثانية فور كونستانت تمبريتشر، يعني هذا المقدار ثابت كله، يعني تي ما لها علاقه بالدي تي، فيطلع برا بيصير عندي دلتا تي راسا، يعني راح يصير عندي راسا 10 للقوه تي ناقص على 10 في دلتا تي، اللي هي ايش قد دلتا تي عندي 70، ف 70 في 10 للقوه تي ناقص 100 واعوض عن قيمه التي هنا قايل لي 120 واطلع القيمه، يطلع عندي هنا الاف نوت 55.6. هو هم نطلعها بالكتاب 55.6، بس هذه ليش عدة طالعة غلط؟ ما ادري، شيكوها انتم هم شباب وياي، يجوز انا غلطان ما ادري. الان فور كولينج ستيج نفس المعادله اللي استخدمتها هذه اللي هي فوق، بس راح تصير عندي للكولينج، يعني الكونديشن تختلف هنا، فمن اطبقها راح اصير عندي هاي العلاقه 120 ناقصا هذا المقدار، يعني 120 ناقصا 1.2 في تي، هاي علاقة التي كابيتال ويا من ويا تي سمول، راح يصير عندي هاي العلاقة. اجي اعوضها هنا ايضا وبنفس المبدا اسوي الانتجريشن مال، شوف هنا ايش قد عندي الماينس بوينت 1 2 تي، فلازم انا المشتقة مالتي شنو هي؟ ماينس بوينت 1 2 2 لازم اوجدها، فاضرب واقسم، من اضرب واقسم على نفس المقدار يصير عندي هنا ماينس بوينت 1 2 2، هاي رياضيات من الصف اول بس اسوي لكم مراجعه لها، فيلين هذا المقدار واعوض عن قيم تطلع عندي 2.83، فيكون المجموع الكلي اجمع الازمان مع المرحله الاولى مع المرحله الثانيه مع المرحله الثالثه يطلع عندي 61.88 سكند. واضح شلون سوينا حل السؤال شباب؟ لو اكو بي مشكله عندكم قولوا لي. واضح دكتور؟ واضح دكتور واضحه. يعني اذا اسوي لكم كويز بهيك السؤال تجاوبونه؟ اذا على نفس الفكره اي دكتور. ما دام موجود نجاوب ان شاء الله. هو نفس الافكار شجي واجب غيرها، بس شوي يعني اكو لمسات بسيطه نضيفها، يعني بس هاي يا دكتور اللمسات ما ذاك الكويس كانت قويه. عندنا بقى مثال 8 9 و8 10 مع هذا مكمله بالمحاضره الجايه ان شاء الله. الحضور كمان عندنا حضور زين. هسه احنا لهنا كملت المحاضره، الان عندي كم سؤال، يعني
أنا أشوف مقدار الاستجابة للفكرة اللي انطرحت في المحاضرة. أوكي شباب، أسأل. اوكي دكتور. أرجع على هنا أنا. نفس المثال هذا. هسه ايش قايل لي؟ هو قايل لي لينير ريليشن، لينير ريليشن. شلت اللينير ريليشن هذه وقلت لك يابا انا قست درجة الحرارة مع الزمن وسويت تيبل وعطيتك درجات الحرارة مع الزمن، ايش تسوي؟ نبدي بكر. نعم دكتور، شلت، ما قلت لك لينير ريليشن، قلت لك انا يعني دكتور نرسم، لازم نرسم. زين، الرسم لازم شو يكون؟ دكتور يكون نون لينير هو الرسم، يعني إذا عندنا داتا المفروض. مو ذا نون لينير. بكر، من راح اجي اعوض راح عندي مشكلة بالتابل، لازم أن تطلع العلاقة شنو؟ اللينير هنا مو؟ دكتور لا هم تطلع لينير الرسم المفروض. ايه زين، يعني المفروض انا عندي لينير تطلع لي. لا نعم دكتور أكيد. زين، هاي اوكي. اذا طاني شو اسمه ديتا، جاسم وطلع العلاقه ما بين السي، علاقه خط مستقيم، طلع السلوب والانترسبت، واجي اطلع العلاقه النهائيه. اذا كانت العلاقه كيرف، أقدر أوجد قيمة الـ FR؟ أريد أسمع من فرح. وين فرح؟ موجودة؟ نعم دكتور، موجودة. أي، يلا هسه السؤال يمس. أوكي، إذا كيف؟ أي يعني اللي طلع عندي كير. ما أعرف دكتور، يعني المفروض لينير. وطلع عندك رسمتي، طلع عندك سكير، يعني ما طلع علينا، طلع عندك سكير. يا دكتور نعم، ترى جاوب منو وياي؟ هاي بكر دكتور. بكر. اي جاوب بكر، يلا خلينا نشوف الجواب. دكتور نحسب الاريا عند ذا كيرف يعني. وبعدين شاهد في ذكاء الاريا دكتور هي تتعوض بالمعادلة مثلا بعدين. دكتور ممكن انه شو اسمه نرسم الاستندر القياسي واخذ المماس اللي يطخ الكير ما بينه وبين الاستندر. يعني هذه فكرة. ها يلا فكروا وياي. يعني وين هبة؟ هبة اليوم موجودة ولا ما موجودة؟ هبة ماكو اليوم. رقية، نعم دكتور، شو تقولين؟ شو تسوي؟ ها أقول دكتور أنا فصل عندي النت، بس إذا تعيد السؤال حتى أفتهم. اي السؤال هو يعني اعطيت جدول، والجدول بدرجة الحرارة مع الزمن، بس العلاقة مو لينير. اقدر احسب الاف ار زد؟ دكتور يعني نطلع من الخط المستقيم، واحنا قلنا مو لينير. ميل، نطلع الميل. ايه هو وين اكو ميل اذا مو لينير؟ ما راح يطلع عند الكيرف مو لينير. وياي
دكتور يعني احنا مشتغلين اكو علاقات نون لينير ونطلع لها ميل. ايش سوي يعني سوي لينيرايزيشن؟ ما اعرف دكتور شو اسمه، بس يعني احنا نشتغل مرات مثلا بالماس او شيء، ينطينا داتا ونحولها رسم نطلع ميل خط مستقيم. واذا كان دكتور انا هم هيك قصدت، يعني نطلع شلون الاوبريتنج لاين ويا الكيرف، ومنه اي ومن يعني ماس انه ناخذ النقاط. زين، هو اذا طلعت الديتا مو لينير، يعني قصدي ما تقع على خط مستقيم، يعني تكون مثلا كيرف. هو دكتور رسمتين الصري، اتوقع يعني رسم للكيرف ورسم للستاندر الخط القياسي مال لاين، يعني عند ما يكون القراءات ستاندر. زين اقدر استخدم هاي العلاقة. راح أشير عليها. سوى هنا مطيني التايم والتمبريتشر، مو دكتور هو ما دام احنا حنرسم يعني نصير نستخدمها. ممكن اني اذا العلاقة مو لينير اجي استخدم هذه اللي الانكريمنت، يكون الي افضل استخدم. شو تقولوا؟ تمام دكتور. نقدر يعني نحل السؤال اي تمام بهاي، دكتور. يعني الانتجريشن احوله، لان ما عندي علاقة، ما عندي علاقة نسميها رياضية، يعني ما متوقع عندي العلاقة، لا اقدر اطلعها من الرسم العلاقة الرياضية، ولا اقدر اطلعها من، او ما بطيناها هو مثلا، ما قال لي مثلا لينير وطيني ديتا وارجع اعتمدها. فشو اسوي بهذه الحالة؟ انتقل من الانتجريشن المن الى النيوميريكال انتجريشن اللي هو الصميشن، واحل السؤال. وش فكرة هاي؟ تمام دكتور. يعني احتمال اجيب لكم هيك سؤال مثلا. دكتور يعني نمشي على البروسيجر مال أول وحدة. ممتاز، نرجع على البروسيجر مال اول وحدة واحل السؤال واكمل ان شاء الله. جيد جيد، اذا احنا عندنا الافكار اصبحت واضحة، التفاعل جيد حاضرة، هو هذا اللي أنا أتمناه حقيقة. إن شاء الله نكمل على القاعدة، بس محاضرة البارحة لازم نتفق على يوم، يا يوم تحبون التعويض لها حتى لو بالليل، ما عندي أي مشكلة. دكتور احنا والله ما عندنا هذا الاسبوع مجال، ها؟ كله امتحان. اقول الاسبوع راح يجي كله امتحانات، الاحد والاثنين والثلاثاء وخميس اي والسبت حتى الهماتين. مشكلة، خلي أنا السبت. أعتقد دكتور يوم الأربعاء، ما أعرف إن الهيت راح نخلصه إن شاء الله. ها يعني الاربعاء بنكون بالليل. ما أعرف دكتور، يعني نشوف هذا ونرد له خبر إن شاء الله. هاي هي لا عاد رتبوا لي يعني. او احنا اليوم ان شاء الله قسم الاتحاد. إيه دكتور اليوم بالتسعة؟ هاي بيت ساعة بالتسعة. بالتسعة، هاي هي بالتسعة ان شاء الله الكل يكون يعني حاضر ان شاء الله، والله يسهل ان شاء الله. إن شاء الله دكتور. اوكي، شكرا جزيلا طبعا للمتابعة والإصغاء، أتمنى لكم إن شاء الله صحة وسلامة دائمة، نشوفكم خير إن شاء الله، في أمان الله. في منا. شكرا دكتور. أهلا وسهلا.